سم طال عمرك. ما شاء الله فواتيركم صارت إلكترونية. صحيح، وما يحتاج تستغرب، يعني من 4 ديسمبر كل الفواتير المكلفين ضريبياً بتكون إلكترونية محققة المتطلبات الجديدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وبيصير فيها رمز القراءة السريعة يتضمن كل المعلومات. يعني بينتهي نظام الفواتير المكتوبة يدوياً، تتصدر الفواتير الضريبية عن طريق نظام فوترة متوافق مع متطلبات الهيئة. فباختصار، متطلبات الفاتورة الإلكترونية عدم استخدام الفاتورة المكتوبة بخط اليد، والتأكد من وجود نظام فوترة متوافق مع متطلبات الهيئة، ووجود جميع عناصر الفاتورة الضريبية متضمناً الـ QR كود. وإذا ودك تعرف أكثر، تفضل بزيارة صفحة الفوترة الإلكترونية على موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.